نرحب بكم أعزائنا المشاهدين إلى برنامج أضواء على الإعلام الإسرائيلي. القناة الأولى من التلفزيون الإسرائيلي بثت شهادات لقادة جهاز المخابرات الإسرائيلية الشباك، تحدثوا هذه المرة عن الفترة التي سبقت اندلاع الانتفاضة الأولى، وتحدثوا عن جرائم إعدام أسرى فلسطينيين بعد اعتقالهم. في إطار شهادات عرضتها القناة الأولى من التلفزيون الإسرائيلي لقادة المخابرات الإسرائيلية الشباك السابقين، تحدثوا عن جريمة إعدام الشهيدين مجدي وصبحي أبو جامع بعد اعتقالهما، وعرفت تلك الجريمة في إسرائيل بقضية خط الحافلات 300، وبذل قادة جهاز المخابرات الإسرائيلية السابقون جهودا خلال الحلقة الثانية من الفيلم الوثائقي حرس البوابة لتبرير جرائم تعذيب الأسرى، وحاول أفي ديختر تبرير جريمة تعذيب الأسير خالد الشيخ علي التي أفضت إلى استشهاده. وختمت القناة الوثائقي بالحديث عن اندلاع الانتفاضة الأولى من وجهة نظر قادة جهاز المخابرات الإسرائيلية الشباك. عندما حدثت قضية خط 300 كنت بالقدس، وتم الاتصال بي عبر الهاتف الأحمر من قائد لواء المركز بالجيش، وقال لي لقد خطفت حافلة وهي الآن في طريقها من تل أبيب إلى أشكلون، والحافلة في طريقها إلى قطاع غزة تطاردها طائرات وبقية الأشياء. الحافلة توقفت في منطقة دير البلح وهي المنطقة التي كنت مسؤولا عنها. اتصلوا بي قبيل الفجر وقالوا لي اسمع، لقد اقتحموا حافلة وهناك مخربين قتلا واثنين تم اقتيادهما الى التحقيق. واستمعت للأخبار حيث قيل ان كل المخربين قتلوا، فقلت لزوجتي تم رائحة سيئة تفوح من هذا الامر. الجيش من عالج الأمر، وعندما نفذوا العملية قتلوا اثنين واثنين خرجا بسلام كما يبدو، وهذا لم أعلم به، لقد ضربوا الاثنين ضربا مفضيا للموت. عندها أخذهم جهاز الشباك وقلت لإيهود الذي كان قائدا لقسم العمليات ما هو وضعهم، فقال لي إنهم تقريبا أموات. وعندها قلت له إذن أضربهم ضربة إضافية، وهو لم يفعل ذلك، هو نفذ ما وصفه، وهذا الأمر علمت به بعد مضي عام من ذلك. بحسب رأيي تناول حجرا وحطم رؤوسهم، وعلمت بالأمر باليوم التالي من الصور التي نشرتها الصحف، وتساءلت كيف يتم هذا الأمر، وعندها أحدهم قال لي إنهم صورهم. ואז אמרתי איך זה קורה.
ولم أفهم أنه تم تصويرهم مع المخربين، وهناك الصورة التي تظهر قيادة مخرب أو اثنين من قبل شخصين، أحدهما من الشباك والثاني لا أذكره، وهذه الصورة التقطت قبل أن يتعرضوا للضرب، وكل الجيش انهال عليهم ضربة، وعندما حصلنا عليهم لم يكونوا بهذه الصورة. كيف كان مظهرهم؟ لا أعلم، ولكن البعض اعتقدوا أنهم ليسوا أحياء، لقد حطموا عظامهم. أنا لا أعلم، لقد نكلوا بهم. ألم تراهم؟ لا، لم أراهم. אנחנו הרגנו מחבל שידיו קשורות שהוא כבר לא מאיים עלינו באיזה זכות نحن قتلنا مخربا يداه مكبلة وهو لم يشكل تهديدا علينا بأي حق فعلنا ذلك ولكن في جهاز المخابرات الشباك لم يكن في تلك الأيام مصطلح أمر غير قانوني بالمطلق أي أنه ثمة حدود للإنصياع للأوامر إلى خوفة عليك لا تصعد الأمر ليس متعلقا برئيس الجهاز وإنما بمجموعة كاملة من المدراء الذين اعتقدوا أنه بالإمكان التصرف بالمنطقة الرمادية وفي قضية الخط 300 كان ضالعا أشخاص من مستويات رفيعة جدا على أي خلفية رئيس الوزراء شامير يعطيك تصريحا بالقتل كانت حادثة أو حادثتين ولم أجده وكان يجب أن يفعل ذلك كان يجب أن يفعل ماذا؟ كانت يجب معالجة عرب كانوا ينوون شن هجوم أو أمر مثل ذلك أو نفذوا هجوم ولقد قال شامير في حال لم تجدني قرر وحدك أنا وشامير سادت بيننا علاقات عمل جيدة وكان بالسابق في منظمة سرية وأنا من الموساد وأنا كنت من بلماخ وهو كان من ليخي لقد تحدث معي بمصطلحات رفاق سلاح رغم أننا كنا من طرفي الطيف أنت في الواقع تقول إن شامير كان يراك كشريك لتفهم كيفية التعامل مع العرب ومع مثل هذه الحالات لماذا أصدرت تعليمات بقتلهم؟ لم أرد مخربين إضافيين أحياء أمام المحكمة كان ذلك سيعزز الإرهاب وأيضا هكذا تم تعزيز الإرهاب قتل المخربين في خط 300 كان أمرا مجديا بحسب نتيجة لا أي أنه لو لم يكن هناك صحفي لكان الأمر على نحو جيد أنت تسألني إذا كان الأمر جيد أم أنت تقول لي ذلك أنا أسألك ما كنا لنعلم عن ذلك أين الأخلاق بالأمر في الإرهاب لا يوجد أخلاق أولا ابحث عن الأخلاق لدى الإرهابي إذا رفع يده مستسلما أو ألقي القبض عليه حيا هذه ليست بمشكلة أخلاق مشكلة ماذا إذن؟ إنها مشكلة تكتيك وليس استراتيجية من ناحيتك قتل المخربين أنت دوما تضع الأمر وكأنه أبيض وأسود المخربون قبض عليهم وتم قتلهم لماذا تركز على الأمر؟ أنا أحاول فهم أخلاقية الأمر ماذا تقول؟ ليس ثمة أخلاق في مثل هذا الأمر في الحرب على الإرهاب انسى الأخلاق
عندما يتعلق الأمر بقنبلة تزن طنا انسى الأخلاق. لا يوجد أخلاق. أنت تسألني أسئلة بحسب رأيي ليست أخلاقية، لأنها تلحق الضرر بالدولة. لماذا تلحق الضرر بالدولة؟ عندما تقدم تفاصيل حول أمور تعتبرها غير أخلاقية، هذا يلحق الضرر بالدولة، وعندها عليك الإجابة هكذا. أنا لا أجيبك بصراحة، أنا أجيب على هذا النحو. إذن توقف عن الأسئلة. في اليوم الأول لي في العمل، الشخص الذي عملت في مكانه جاء لأخذي من المنزل، وقرر أن المكان الأفضل الذي يجب أن أبدأ فيه العمل كرجل حراسة مبتدئ. هو أخذني إلى منشأة التحقيق في المسكوبية بالقدس، وهناك بدأت أتعلم المخابرات. لست أدري هل دخلت ذات مرة إلى المعتقل. المعتقل في القدس بحسب رأيي هو الأسوأ من كل المعتقلات التي أعرفها. إنه بناء قديم جدا، وهو من أيام الأتراك. لو تجاوز شخص عادي البوابة سيكون مستعدا للاعتراف بأنه قتل يسوع. خالد الشيخ علي كان من الجهاد الإسلامي، وفي أعقاب هجوم أدى إلى مقتل 4 جنود في غزة، أخضع للتحقيق ومات في التحقيق نتيجة للضربات التي تعرض لها. والأشخاص الذين حققوا معه قضت المحكمة بحبسهم نصف عام. لجنة لانداو أقرت استخدام الضغط الجسدي المعتدل الذي دخل ضمن سلة الضغط الجسدي، الحرمان من ساعات النوم والإجبار على الجلوس مقيدا في أوضاع مؤلمة ومهينة ومشكلة. ماذا يفعل بك تغطية الرأس؟ تكون في ظلمة مطلقة وتفقد الإحساس بالاتجاه، وأنت لا تعرف ماذا يحيط بك. بإمكانك السماع ولكنك لا تعرف ماذا يحيط بك. والهز، الهز يهدف إلى إثبات الوجود ويتضمن تهديدا وهو غير مؤلم. وماذا يفعل بك؟ يهددك، يقوم عليك محقق ويهزك هكذا وأنت تشعر بالتهديد. الانتفاضة الأولى كانت بمثابة الصاعق الذي فجر هذه الغرف مع كل أكياس المتفجرات، لأنها كانت منظمة بشكل عفوي. نهض الشعب وحاول القيام بثورة. ماذا تعني ثورة؟ تعني طردنا. الانتفاضة الأولى كانت احتجاج حقيقي، كانت احتجاج الشارعي، احتجاج القرى، احتجاج الصبية ضد الاحتلال. شعروا أنهم يعيشون تحت احتلال، وما من أحد جاء ليخلصهم. فقالوا لأنفسهم ربما نأخذ العصا بأيدينا ونحاول بين قوسين طرد السلطات الإسرائيلية. كنت أنا ذاك رقم 2 هنا في قاطع عسقلان، موجة أحداث جماهيرية على نطاق لم نعهده بالسابق. المئات والآلاف يسيرون ولا يتم إيقافهم إلا بواسطة الرصاص الحي. מבוקשים
كمية المطلوبين التي كانت لدى جهاز الشباك ربما هي الكمية الأكبر التي كانت لدى أي جهاز مخابرات في العالم. لقد كان لدينا العشرات من المطلوبين والمئات والآلاف في كل منطقة. أنت تتحول إلى جسم يجمع معلومات عن إنذارات وتعمل لإحباط ما يسمى بإخلال النظام. ليس بالإمكان وصفهم بالإرهابيين بالمفهوم التقليدي للكلمة. إنهم شبان صغار جدا. لم نعتقل أطفالا بسن 11 أو 12 عاما. وجزء كبير من رشق الحجارة أو من أخل بالنظام كان يقوم بها أطفال تحول بالنسبة لهم إلقاء الحجارة إلى رياضة. انهيار صياع السكان الأعمى تقريبا للسلطات كان العنصر الأكثر جوهرية. فانتهى العصر الذي كان بالإمكان التجول فيه بغزة أو يهودا والسامرة بسيارة عادية مع شخص آخر يكون حارس. هذا الوضع انقضى من العالم. أوضح لي كيف فشل الجهاز الذي يسيطر على الميدان والسكان برؤية ثورة بهذا الحجم. أي جهاز مخابرات كبير في العالم توقع سقوط جدار برلين؟ القول بأنه كان يتوجب على الجهاز أن يتوقع ذلك. من ناحية المبدأ نعم، ومن أجل ذلك يشغل الجهاز منظومات وورش معلومات ضخمة. ولكن يجب قول الحقيقة تقريبا كل أجهزة المخابرات بالعالم فشلت بتوقع أحداث تاريخية كبرى. أنت تسأل نفسك أين أخطأ؟ هل كان يجب أن أترك ذلك يحدث؟ أو أنه لم يتوجب علي أن أكون هناك قبل أن يقولوا لي انصرف من هنا؟ ولكن هذه الأسئلة تقع في نطاق فلسفي، وأقول من ذلك في الإطار العملي. بحسب رأيي وأقول ذلك اليوم ليس ذكاء، إنه يتوجب علينا القيام بتسوية نخرج من هنا. أنا أعتقد أنه في نهاية الأمر أن جملة الاحتلال مفسد التي لم تكن مقبولة بشكل واسع التي أطلقها البروفيسور لايبوفيتش كانت في نهاية الأمر صحيحة. الفترة التي جلسنا فيها بالمناطق وحتى اليوم هي ليست من الأمور التي أفادت دولة إسرائيل. في نهاية الأمر انتصرنا. في عام 67 حققنا انتصارا باهرا. لقد كان يتوجب علينا البقاء في المناطق مثل القدس وأمثالها التي أفترض أن حولها إجماع، والانسحاب من بقية المناطق والهرب بشكل أسرع نسبيا. نحن جلسنا هناك أكثر من اللازم، والثورة الأولى التي حدثت في الواقع ليس بعد مضي وقت طويل بعد دخولنا عام 67 وحتى عام 87، 20 عاما بالضبط. وهذه فترة جيل دخل حرب الأيام الستة ونمى وتربى، وهذا الجيل الذي ربينا. بهذا يصل برنامج الضواء على الإعلام الإسرائيلي لنهايته. هذه تحيات أنس أبو عرقوب في الإعداد والتقديم وحسن النجار في الإخراج. إلى اللقاء.